في بيت شعر بيقول: إن تأكل النيران غرفة منزل فالغرفة الأخرى سيدركها الخراب. معنى ذلك أنه بكرة عندما ينتصرون في غزة، ولن ينتصروا، ولن ينتصروا، بس فرضي هن عم بيقولوا نحن سننتصر وسنحتل غزة وسنقضي على المقاومة، ماشي الحال، أنتوا عم بتقولوا هيك، فيما لو حصل هذا الأمر لن يتركوا لبنان. لذلك تدخل المقاومة في لبنان هي مصلحة لبنانية. فيما يتعلق بجزئيات من الخطاب، واللي سمعت السيد تعمد وتقصد أن تبقى غامضة، لم يتحدث عن كل شيء. السيد لم يقل كل ما يجب أن يقال، وهناك الكثير من الكلام الذي يجب أن يقال ولكن سيقال في وقته وفي زمانه. وأيضا مثل ماذا يعني؟ لهجة التصعيد أو لهجة من الكلام اليوم سمعت السيد عم يرتقي بمستويات الردع وعلى مستوى النيران. ولذلك إذا كان البعض يعتبر أنه خرجت صواريخ قليلة من لبنان، فعليهم أن ينتظروا أن تخرج صواريخ كثيرة من لبنان، فيما لو لم يرتدع الإسرائيلي واستمر على هذه الهمجية وهذا العدوان المتمادي والمستمر على لبنان. لذلك توقعوا صواريخ كثيرة، توقعوا حرب واسعة، فيما لو لم يتوقف العدوان. هي ستكون شرارة انطلاق المعركة عند إطلاق أو لحظة إطلاق صواريخ كثيرة، عندها ندرك بأن الجبهة فتحت على مصراعيها. يعني موضوع الجبهة متروك للميدان، متى تتطور الوقائع الميدانية لا أحد يعلم. القضية ليست قضية خطاب كما ظن البعض، القضية ترتبط بحسابات معقدة إن كان على المستوى الداخلي أو على المستوى العربي والدولي. لكن يجب أن يعلم الأمريكي والإسرائيلي أنه الاستمرار بهذه الوضعية الحالية غير مضمون. يعني هو يعتقد أنه ستبقى قواعد الاشتباك وقواعد النار الحالية لأشهر على هذا النحو من الضربات، لكن لا، يعني احتمالية أن تفتح الجبهات دفعة واحدة في وقت ما هذا متوقع ومحتمل بشكل كبير جدا. عم بيقولوا للإسرائيلي إياك أن تمارس فعلا عدوانيا كبيرا على لبنان، وإلا ستدمر إسرائيل ولن يبقى حجر على حجر في كيان عدو الإسرائيلي. ما مدى اليوم، يمكن إذا ما نفسر اليوم ميدانيا وعسكريا، هل من قدرة اليوم لحزب الله على تدمير إسرائيل؟ بعد حزب الله لم يستخدم إلا الجزء البسيط من جبل النار، إلا الجزء البسيط، لم يظهر إلا الجزء البسيط من جبل النار. حاليا لم يستخدم سلاحا نوعيا حتى هذه اللحظة. بالتالي إذا فتحت الجبهات وفرضت الحرب على لبنان ودخل حزب الله المعركة بكل قواه، لن يبقى حجر على حجر داخل كيان العدو الإسرائيلي. اللي عم بيهدد لبنان بده يرجعه للعصر الحجري، حزب الله سيرجع كيان العدو أيضا إلى العصر الحجري، وهم لا يقدرون على ذلك. عم بحكي أنا فقط من جهة الجبهة اللبنانية الفلسطينية. الجبهة مع سوريا كمان هذا حكي تاني. الجبهة إذا دخلوها الحشد الشعبي ودخلتها أنصار الله سيكون هناك كلام آخر. ذكرت بأحد المقابلات بأنه فتح الجبهة اللبنانية دونه اليوم إزالة إسرائيل، أو أنه حزب الله حين يتدخل سيتدخل بحرب قد تكون النهائية أو شبه نهائية. صحيح. إلى أي مدى يمكن فينا نشوف هذا الموضوع واقع اليوم؟ حاليا نحن في مرحلة التدرج. إذا كانت إسرائيل تريد حصر النيران في غزة، فعليها أن اليوم أن توقف هذا العدوان، أن توقف هذا العدوان سريعا حتى ما تتوسع النيران إلى جبهات أخرى. لكن أنا أكيد أنه اليوم الأمريكي والإسرائيلي في حالة من الضياع، يريدون إنجازات عسكرية، يريدون أن يحققوا نصرا واضحا على
حماس وعلى المقاومة الفلسطينية، ولكن حتى هذه اللحظة صرنا شهر لم ينجزوا شيئا على الإطلاق. فهن بين أن يذهبوا إلى التسوية وبين أن يستمروا بالحرب. الحرب تعني الكارثة بالنسبة إلى إسرائيل، لأن استمرار العدوان سيؤدي إلى فتح الجبهات الأخرى، والذهاب إلى التسوية أيضا كارثة لإسرائيل، لأنه هذا أقصر الطرق إلى الانتحار بالنسبة لإسرائيل. فهي واقعة بين نارين، وأمريكا واقعة بين نارين. هل بيدعموا إسرائيل أكثر لا تستمر بهذا الصراع فتندلع المواجهة الكبرى مع قوة وحركات المقاومة في المنطقة، ولا يستطيع أحد بعد ذلك أن يوقف النيران، وبالتالي سيتغير المشهد في المنطقة وسيتغير المشهد العالمي في ظل اندلاع المواجهة الكبرى، أو لا أمريكا تذهب إلى التسوية وترغم إسرائيل على ابتلاع الهزيمة؟